قبل أن نبدأ إخواني الكرام، أن تشتركوا في القناة وتفعل الجرس وأن تضعوا لايك للفيديو لتتوصلوا بالجديد إن شاء الله. حذر علماء من متحور جديد من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19 بسبب وجود عدد هائل من الطفرات فيه، ما يجعله تهديدا كبيرا على الصحة العامة. حيث ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية الخميس 25 نوفمبر إن العلماء أطلقوا اسم بوتسوانا أو بي 1529.9 ربما يؤدي إلى مزيد من تفشي فيروس كورونا. وجرى تشخيص أول إصابة بمتحور بوتسوانا في جمهورية بوتسوانا جنوبي القارة الإفريقية، وجرى العثور في وقت لاحق على 6 حالات أخرى في جنوب إفريقيا الدولة المجاورة، وبعد ذلك عثر على إصابة ثامنة في هونغ كونغ كان عائدا من جنوب إفريقيا. وبصورة عامة تسمح الطفرات المفاجئة التي تطرأ على الفيروسات بالتكيف كما يجعلها أكثر ضراوة وأكثر قدرة على مراوغة المناعة الطبيعية واللقاحات. واعتبر عالم الفيروسات في امبريال توم بيكوك إن هذا المتحور يمكن أن يكون مصدر قلق حقيقي، وذلك لأن الطفرات ال 32 التي رصدت في بروتين سبايك الموجود على سطح فيروس كورونا تمكنه من تفادي المناعة البشرية بسهولة، وبالتالي انتشار الفيروس بسرعة بين البشر. ويعرف هذا البروتين بأنه المسؤول عن تنفيذ عملية ارتباط الفيروس بخلايا البشرية وغزوها. وقال بيكوك إنه يجب إخضاع هذا المتغير للمراقبة الوثيقة، إذ إن الارتفاع الكبير في الطفرات سيجعله معديا بصورة تفوق أي متحور آخر.